السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلة الرابع الأعداد الأبطال. شنو شعارنا؟ شعارنا نيفر جيف اب، وهدفنا العلامة الكاملة اللي هو الإعفاء إن شاء الله. اليوم عندنا المحاضرة الرابعة من موضوعات الوحدة الخامسة. اليوم موضوعنا موجود عندك أساساً بالسادس وما يلغى. ليش؟ لأن هنا علمك أنه للمبني المجهول أكو صيغتين، رسمي وغير رسمي. راح نأخذ اليوم الصيغة غير الرسمية، المبني المجهول بصفة غير رسمية، وعندنا نسميها الأفعال السببية. شو نستخدم بالأفعال السببية؟ راح نستخدم الهاف والجت. كم زمن؟ مثل ما تلاحظون يعني صبورة من ورايا، عندي ماضي، عندي مضارع مستمر، وعندي شنو؟ المستقبل. كل واحدة راح ناخذ قاعدتها وشون تجي جملتها، وبنفس الوقت شون تجي طريقة الامتحان. كل هاي الأمور راح نبلش بيها هسه، خليكم وياي. راح نيجي هسه. أول شيء المبني المجهول بصفة غير رسمية أو الأفعال السببية. خلينا نتفق اتفاق، الهاف أكثر رسمية من الجت. الهاف أكثر رسمية شنو؟ من الجت. أنا شو وقت أستخدم المبني للمجهول بصفة غير رسمية؟ عندما شنو؟ يطلب، عندما يطلب من شخص ما. شخص ما يعني أنا إذا أقول بالإنجليزي somebody، someone نفس الشيء، somebody عندي، someone أو شنو، أو أي اسم عاقل، أو أي اسم شنو عاقل. القيام بعمل لي، القيام بعمل شنو لي. إذن شخص راح يسوي شنو؟ شغلة إلية. بس هذا الشخص بالجملة أنا شو أعتبره؟ أعتبره مجهول. إذا أنا كل ما أشوف كلمة somebody، someone أو أي اسم عاقل، واحد تحذف، اثنين تحذف، ثلاثة شنو؟ تحذف. اتفقنا؟ اتفقنا. زين، نجي هسه هذا المعنى. نجي هسه للملحوظة الثانية، وهي صيغ الامتحان. شلون تجيني اني بالامتحان؟ اما الاستاذ يطرقها بهذه الطريقه الاولى، ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي ان فورمال باسيف. شنو باسيف؟ مبني للمجهول. شنو انفورمال؟ غير رسمي. اذا الطريقه الاولى ايش راح يقول لي؟ انفورمال باسيف. طريقه رقم 2 ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي بالكوزاتيف فيربس. الكوزاتيف فيربس اللي هي الافعال السببيه. الافعال شنو؟ السببيه. الافعال السببيه. الطريقه الثالثه واللي هي هاي مهمه جدا، راح يفتح لك قوس يقول لك يوز، استخدم the correct. correct معناها الصحيح. form الشكل او الصيغة الصحيحة. of للافعال، منو للافعال، هيفتح لك يخلي لك مثلا بين علامات اقتباس get، او يقول لك شنو؟ يقول لك have. شو يقول لك؟ يقول لك have. اذا هاي الget والهاف انت شلون راح تتعامل وياها؟ راح تتعامل وياها حسب الزمن. شلون نتعامل وياها؟ حسب منه؟ حسب الزمن. اذا نتعامل مع منه؟ الهاف والجيت حسب الزمن المذكور وين في الجملة. كم زمن عندنا؟ ثلاثة، ماضي مضارع مستمر والمستقبل. اذا من يطلب شيء احنا ما نريد هذا الشيء، احنا نريد اللي قام بالعمل يكون مجهول، المهم عمل تم. صيغ الامتحان ذن ثلاثة. راح نيجي هسه للصيغة الاولى، صيغة الماضي. اذا انا قبل ما ابدي بصيغة الماضي عندي قاعدة، بس قبل ما انطي القاعدة شنو عندي؟ عندي لازم الجملة شلون راح تجي. باوع الجملة راح تبدي بهاي الطريقة. ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني فاعل. شو يعطيني؟ يعطيني فاعل زائدا ينطيني عبارة asked. شوف
شنو اكو هنا؟ ask ايش ماخذ الفعل؟ ايدي ايش ماخذ الفعل؟ ايدي. اذن ماض ask somebody to ask somebody to بقى. اقدر somebody شنو؟ someone. او اقدر اخلي اسم عاقل مثلا I ask استاذ منتظر to ينفذ لي فد عمل معين. ورا تو يجيني فعل، هذا الفعل شلون يكون؟ مجرد، ثم النهاية راح يكون المفعول به. اذا هذا الهاف والجيت المبني للمجهول، اذا ماكو مفعول ماكو شنو؟ ماكو مجهول. نجي هسه ناخذ القاعدة العامة. القاعدة شو نريد؟ نريد فاعل. اذا نفس الفاعل ينزل بدون تغيير، زائدا انا راح اخلي اما هاد اما جوت. استاذ ليش هاد وجوت؟ شوف حبيبي ايدي ماضي، زائدا جيب وراهم ميم به المفعول به، ثم هذا الفعل المجرد يتحول الى تصريف شنو؟ ثالث، ثم التكملة إن وجدت، ثم التكملة شنو؟ إن وجدت. خليك وياي ناخذ هاي المثال. شنقول؟ نقول she هي asked سألت، شوف ايدي ماضي، somebody شخص ما to fix the window طلبت من شخص ما يصلح لها شنو؟ الشباك. راح يجي نفتح قوس، شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي يقول لي use استخدم the correct، قلنا correct الصحيح، form الشكل الصحيح of مثلا get، استخدم لي الشكل الصحيح للget. انت شلون راح تعرف الget هنا؟ مضارع مستمر، مستقبل، ماضي، ترجع لاصل الجمله. با شنو عندك؟ عندك ask بيش منتهية؟ بإيدي. إذن راح نيجي نطبق الخطوات. الخطوة الأولى نفس الفاعل، إذن ينزل منه تنزل الشيء، هذا واحد. اثنين، عبارة ask somebody to كلها تحذف، ملحوظة، عبارة asked somebody to تحذف ونعوض اما هاد اما جوت. ليش؟ لان الاسك ماضي، لان الاسك شنو؟ ماضي. اذا انا هنا ايش راح اسوي؟ راح اجيب منو؟ جت. شو تصير؟ راح تصير جوت. اذا طبق الفاعل، جبت الجوت، اريد المفعول به. المفعول به وين راح يكون؟ بعد الفعل المجرد هذا، the window، the window. زين، ايش بقى عندي؟ بقى عندي التصريف الثالث، تصريف الفيكست. اني اضيف له ايدي، شو يصير؟ يصير فيكس. اذا انا شنو اللي سويته؟ اللي سويته كالتالي، حذفت عباره ask somebody to كلها، خليت بمكانها got لان هو طالبها، لان بالماضي، بعدين جبت المفعول، ثم شنو؟ ثم حولت المجرد المن للتصريف الثالث. نجي جملة ثانية وهي he asked okay somebody، مرات somebody يبدلها باسم عاقل عادي يعني، to cut his hair، طلب من شخص ما انه يقص له شنو؟ يقص له شعره. ايش راح يطلب؟ راح يطلب use استخدم the correct form of منو؟ of have. هنا يلعبك اوكي، يعطيك اياها بالمضارع، لازم انت تنتبه تسويها وين؟ للماضي. عندك قاعده تشتغل على اساسها. القاعده شو تريد؟ فاعل، نفس الفاعل بدون تغيير. منو الفاعل؟ هي، رحم الله والديك. شلون راح تعرفها؟ تحللها للجمله. بابا ask شنو بيها؟ بيها ايدي، اذا ماضي، احذف الاسك واحذف somebody واحذف التو وسوي الهاف هاد. ليش؟ لان ماضي. هي هاد، جيب المفعول به. من المفعول به؟ قلنا بعد الفعل المجرد.
بعد من؟ بعد الفعل المجرد his her. وراها عندي التصريف الثالث للفعل cat يبقى نفسه. راح تبقى شنو؟ راح تبقى cat. اذا هذا ما يتعلق بيا صيغة، صيغة الماضي. والدليل منه عندي كلمة ask. راح يلعب لعبة بالامتحان، يجي يجيب كذا اختيارات، راح يفتح قوس had ويعطيك مثلا شنو؟ have. يعطيك شنو؟ have. تش تختار باو على الفعل، هنا تصريف، انت تختار الهاد. نفس الشيء نا fixed، الفعل ايش بي؟ الفعل التصريف get لو got، اني اختار ال got. راح نروح للمضارع المستمر. المضارع المستمر كالتالي، ايضا تبدي الجمله بايش؟ الفاعل. ورا الفاعل يعطيك اما is اما are اما am. زائدا مضارع مستمر لازم is are am. وراها عبارة asking ضاف ing، هنا ضاف ed. asking somebody to، زائدا ورا to شيجيك؟ يجيك فعل مجرد، ثم راح يجيني منه المفعول به. شريد اريد القاعدة، القاعدة بيش تبدي؟ الفاعل. وراها ايش راح تجيب؟ راح تجيب is تنزلها او are او am حسب الجملة. وراها راح تجيب اما having، لان قلنا عبارة ask somebody to كلها تحذف، او getting. انتبه على getting، الضاعف شنو؟ الضاعف ال ing، ثم تجيب المفعول به. وراها التصريف الثالث، ثم التكملة، ثم شنو؟ التكملة. انتبه هذا اللي اني اقصد لك به. زين خليني ناخذ مثال. المثال يقول I am، باوع فاعل، هذا فاعل. I am هذا شنو؟ I am asking someone. I am asking someone. اقدر اقول somebody. نفس الشيء asking someone شنو؟ somebody to wash. wash ينظف. to wash مثلا the car، السيارة. حلل الجملة وياي. شلون نعرفها مضارع مستمر؟ عندك am وعندك فعل ايش ماخذ؟ ing. اذا بالمضارع المستمر راح يفتح قوس، شو يقول لي؟ يقول لي استخدم الشكل الصحيح للهاف والجيت. يوز استخدم the correct form of have. استخدم الشكل الصحيح لمن؟ للهاف. انت الزمن مالتك شنو؟ مضارع مستمر. ايش راح تسوي؟ بسيطه جدا جدا، نفس الخطوات بالترتيب. اني اجيب الفاعل كما هو. من الفاعل؟ I. من الفاعل؟ I. الاي ايش ياخذ؟ am. انزل الام وياه. I am. وراها الهاف لازم يصير مستمر شنو؟ am having. اوكي am شنو؟ am having. وراها the car bar is am. وراها having، وراها مفعول به. من المفعول به؟ the car. قلنا وين يجي؟ يجي بعد الفعل المجرد، هذا المفعول به. وراها التصريف الثالث للمجرد. wash تصير؟ تصير washed. لينظفوا لي هسه شنو؟ او دي غسلوا لي هسه شنو؟ السيارة. جملة لخ. مثلا ناخذ نقول my father والدي is asking someone or somebody to replace the locks. locks يعني الاقفال. ابوي دي يطلب شنو؟ من احد ما يبدل له شنو؟ يبدل له الاقفال. راح يجي يفتح قوس، يوز استخدم the correct الصحيح form الشكل الصحيح of get. يا بستخدم لي الشكل الصحيح مال من؟ مال الجيت. زين انت بهاي الحالة شو تسوي؟ اطبق القاعدة جدا جدا بسيطة. شو راح تسوي؟ تنزل نفس الفاعل، هنا ار
My father. تقدر تقول he. إيش نعطيك فعل is نزل ال is. My father is. منو الفعل get؟ بما أنه مستمر أقول getting. زين. وين المفعول به؟ The rocks. قلنا يجي بعد الفعل المجرد لأن تو وراها فعل مجرد. Is getting the logs. Logs الأقفال. أوكي. وراها التصريف الثالث مال replace نفسه ضيف لأيدي replaced نقطة. هذا ما يخص منه المضارع المستمر. نجي للزمن الأخير في صيغة المستقبل. في صيغة شنو؟ المستقبل. شو راح نسوي؟ نبدأ الجملة شلون راح تكون؟ راح أيضا تبدأ الجملة بفاعل. انتبه ورا الفاعل راح يخلي will. ال will على يمن الدول على المستقبل. وراها ask somebody to. قلت ثم شنو المفعول به؟ هاي شنية؟ هاي الجملة. راح نجي على اليمن، نجي على القاعدة شلون راح تكون. أني أجيب منه، أجيب الفاعل كما هو بدون تغيير، زائدا أنزل منه، أنزل الوال. شنزل الوال ورا الوال. أني أخلي get أو أخلي have. ليش أنا ما غيرتهم؟ لأن بعد الوال فعل مجرد. زين. وراهم ميم به زائدا التصريف الثالث ثم التكملة إن وجدت. إذن بالمستقبل الشرط مالتي أو الدليل مالتي منه وال. خلينا نشوف هاي الجملة. مثلا آي يلا. هاي اختصار مال من؟ مال آي وال. I'll ask someone. قلنا أما يقول somebody، أما يقول شنو؟ someone to print. print يعني طباعة the invitations، الدعوات. invitation شنو؟ الدعوات. شوف نفسها فاعل فاعل. will ask someone to، ask somebody to نفسها. وراها فعل مجرد مجرد هذا المفعول به. طبق هاي القاعدة. طبق لي شنو هاي القاعدة. إذن شلون نشتغل عليها؟ كالتالي نفس الفاعل بدون تغيير ونفس الول تنزل بدون تغيير. وراها مثلا قال لي استخدم هنا الهاف. I'll have. شحذف ask someone to وخلي مكانه شنو؟ أخلي بمكانه شنو؟ have. I'll have. جيب وراهم المفعول به. The invitations. ورا المفعول به أريد تصريف ثالث. تصريف لprint ضيف للفعل ed. شو صير؟ printed فاعل فاعل. will have مفعول به. مفعول به تصريف ثالث. تصريف شنو؟ ثالث. جملة أخيرة. وراء مثلا نقول she'll. شو معناها she؟ شنو will؟ قلنا هاي اختصار مال من؟ مال الول. she will ask somebody to. ثابتة. she will ask somebody شنو to clean the house. راح تطلب من شخص ما ينظف شنو؟ ينظف البيت. استخدم use. استخدم the correct form of get. يابا انا اريدك تستخدم لي الشكل الصحيح مال من؟ مال الجيت. صار وتأمر. نفس الفاعل ينزل شي وتنزل وياها منه الول. احذف ask، احذف somebody، احذف to وخلي مكانهم get. she'll get. جيب المفعول به the house. تصريف لكلين نفس الفعل ضيف لأيدي cleaned. إذن شلون نعرف المستقبل؟ من وجود الول بالسؤال. نطبق هاي القاعدة. شو نطبق هاي القاعدة؟ شلون نعرفه مستمر؟ اكو is are am وفعل ايش ماخذ ing. شلون نعرفه ماضي؟ الفعل ايش ماخذ الاسك
شنو؟ ايدي. اذا اني اطبق هاي القاعدة. هذا ما يتعلق بمن؟ بالمبني للمجهول بصفة غير رسمية. هنا دا نطلب من شخص يقوم بعمل انه شلون اني انت ما طالب من عندي، لكن اني دا اشرح لك الموضوع. المهم انت مو اني، المهم الموضوع اشرح لك. خليكم وياي راح نحل التمرينات. رجعنا وياكم طلابنا الاعزاء، وراح ناخذ التمرينات قلنا الخاصة بالموضوع مال الهاف والجيت، الافعال السببية. هاي التمرينات صفحة 82 اللي هو الـ A الـ B والـ C. مثل ما تلاحظون راح نجي نترجم. Complete أكمل the sentences الجمل with words بكلمات from the box من الصندوق. شنو هاي الكلمات؟ تبدي منا I'll shall I she'll يعني she will we'll يعني we will you would you like to. نجي على واحدة واحدة، محاورة بين الأم ونبيل وفرح. نجي نشوف there is a lot of to do، هنالك الكثير فعله. Do you think فراغ have time to do it all? To do it all. نبيل I am sure we will. نعم نستطيع. إذا من قال we will راح تكون الأولى اللي هي will اللي هي نفسها شنو؟ we will اللي هي شنو نفسها؟ we will. نجي هسه اثنين. إذا اللي أخذناه يشطب حتى أعرف إيش يبقى لي. اثنين Mother, oh dear, I forgot to arrange to have a cake made. نسيت إنه أنا شنو رتب وضعي حتى أصنع الكيك. That's okay. أنا النبي ده شو هيقول؟ أقول فرح. يلا do it. شنو يلا معناها؟ I will do it. أنا سأفعله. راحت منه، راحت الأيوة. Then I can. Choose the style. واني بعد ذلك راح اختار شنو الستايل مال الكيكة. 3. I hope mother we can get the camera fixed. اتمنى انه تكون الكاميرا شنو نصلحها. نبيل take it to the repair shop. اذا عندي علامة سؤال هنا دي ينطي شنو shall I دي يعرض offer. Shall I take it؟ هل يمكن أن أخذها إلى محل اللي يصلح الكاميرات؟ إذا راحت من عندي. Shall I؟ Mother، نجي الرابعة. Remember to order the food before the end of the week. شو حنقول هنا؟ Will you؟ تقول لي تتذكر. هل يمكن تتذكر to order؟ شلون أرتب الطعام before the end قبل نهاية الأسبوع؟ I will. شوف، ما طول جواب I will يعني سؤال will you. زين فرح we must get the invitation painted quickly يعني لازم نطبع شنو الدعوات شنو بسرعة. نبيل فرح has the time لديها time sure. شو حنقول بما انه قال فرح عندها الوقت اذا she انا متأكد she'll اللي هي نفسها شنو she will go to the painters. اذا راح نقول شنو راحت she'll. شو بقى عندنا؟ ها وراحت عندنا اللي هي ال will you. آخر شيء بقى mother. عندنا الجملة إيش بيها؟ عندنا الجملة استفهامية. إذن راح نقول would you like to come هل ترغب to come to the flower shop with me روح لمحل بيع الأزهار وياي. زين نجي على تمرين B. تمرين B شو يقول؟ look at exercise A يعني بقى على هذا التمرين and complete the sentences وكمل لي شنو؟ كمل لي الجمل. ايش دريت؟ اباوع على تمرين الاي واكمل منه اكمل الجملتين عندي. زين نبيل arrange to رتب to have. to have شنو؟ a cake. رتب موضوع شنو؟ الكيكه. بعد and get the and get the camera fixed وأخذ الكاميرا شنو كاملة مصلحة. احنا جينا على الجيت انه شخص ما قام بالعمل لأجلي. الثانية راح نقول فرح arrange to. ايش خططت فرح؟ get arrange to get the invitations الدعوات شبيها printed مطبوعة. اذا شخص ما قام بالعمل المن لأجلي. نجي على هذا التمرين السي والاخير جديد من عندي. يوز استخدم بارك. شو استخدم؟ استخدم الجيت
I will have with the verbs to complete with the verbs الأفعال to complete the verbs حتى نكمل الأفعال نفسها. زين نجي هسه هنا مضارع get or have يعني لو هاي لو هاي. أجي أضارع وين راح أستخدمين كلهن بالماضي وراح أستخدمين كلهن بالماضي. زين شنو الدليل اللي يخليني أستخدمين بالماضي؟ أريدك هيجي تنتبه حتى من يسألك الأستاذ الأستاذ تفهم شلون يكون الجواب. طيب من أداة الربط because شنو يجي وراها ماضي اللي يجي بعد because يجي قبله واللي يجي قبل because يجي بعده. طيب because شنو يجي وراها didn't شنو ماضي وهكذا. إذن فش راح نقول أول واحدة I أما تقول I had or got my hair شنو تصريف الكات نفسه الشخص ما قام شنو بقص شعري because it was too long لأنه كان طويل. اثنين we هم ترجع أما تقول had أما تقول got the house paint التصريف الثالث والماضي نفسه شنو painted. ثلاثة هم راح نرجع أحمد had أو أحمد got his picture takes تصير بالتصريف الثالث taken with a movie star أخذ صورة ويا نجم سينمائي. إذن أعزائي الطلبة تنتهي محاضرتنا الرابعة لهذا اليوم على أمل اللقاء بمحاضرة جديدة. مع السلامة.